قرآن پاک کی تلاوت آپ سن رہے ہیں، اس کے چند اہم ادب ہیں، وہ عرض کر دیں کہ احکم الحاکمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے چند اہم فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلاوت کرنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ بولو زور سے، زور سے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سمجھ کر پڑھیں یا بے سمجھے، سمجھ کر پڑھیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بے سمجھے پڑھے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ یا تو بددین ہیں یا جاہل ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تلاوت ہو تو باتیں بالکل نہ کریں۔ جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیں۔ سر پر اگر ٹوپی نہیں ہے تو کوئی چادر رومال سے اپنے سر کو ڈھانپ لیں، تاکہ اس مجلس کا ادب رہے۔ یہ دینی مجلس ہے، بڑے بڑے اللہ والے علماء قرآن کے اچھا پڑھنے والے یہاں موجود، جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا نفع ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 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 إن الله كان عليما حكيما. الله الله ما شاء الله الله الله. وما الله ما شاء الله لله تكبير لله تكبير ما شاء الله احسنت اجمعت ما شاء الله ما شاء الله ان الله كان عليما حكيما. الله ما شاء الله الله الله
شاء الله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله الله ما شاء الله. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لله تكبير لله تكبير. ما شاء الله سنت اجملت ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لله تكبير لله تكبير. قاري ارشاد صاحب قاري ارشاد صاحب ما شاء الله. احسن احسن احسن. ألم يجدك يتيما فآوي. ووجدك ضالا فهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. والضحى
لله تكبير لله تكبير ما شاء الله ما شاء الله احسنت اجمنت يا شيخ ما شاء الله احسنت 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 ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي الله ما شاء الله ما شاء الله احسنت اجملت يا شيخ احسنت الله ما شاء الله فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ما شاء الله ما شاء الله لله التكبير لله التكبير ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ماشاءاللہ للہ تکبیر للہ تکبیر قاری ارشاد صاحب اتر پردیش دیوبند مدرسہ قاری ارشاد صاحب اتر پردیش دیوبند مدرسہ ماشاءاللہ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم للہ تکبیر قاری ارشاد صاحب دیوبند اتر پردیش مدرسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله ما شاء الله لله التكبير ما شاء الله حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله ما شاء الله. اللهم آمين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس الناس. الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. لله تكبير. لله تكبير. قاري ارشاد صاحب دار العلوم دیوبند. ما شاء الله. استاد حدیث. ما شاء الله.